هذا أقلب جديد، هاك تشوف خدعه أقلب جديد ما كاش، كل عام كري وقلب وخلي. كاين نعطيكم الماء، الهضره كاينه نعطيكم الماء، مساكين يحكوا في المرحله تاع الوقت تاع الخدمه نيشان ما كاش. ضغط كبير يعيشه الفلاح حسين هذه الايام بفعل تاخره عن بدايه موسم زراعه البطاطا الموسميه، والسبب حصص السقي المحرومين منها. من الكاجافي للبرومي فيفري لو كان ما نزرعوش الوقت ما بقاش الوقت. وانا يا وزيد هنا رانا نربو زريعه، رانا ربو زريعة هنا. كنا في الحمادنة هذه كنا نخدموا حوالي هنايا كانت الناس تخدم لنا 1500 حتى 2000 هكتار، حتى سبحت ما كاش، سبحت 200 هكتار وما كاش. وزيد من هذا الماء، والماء هذا ماهوش باطل، الماء هذا رانا خلصوه. لا وقت الجنين تاعها أو البطاطا كما نقولوا تكون تغلى تطلع في الثمن تاعها بالنسبة للمستهلك، يقول يطرحوا سؤال على البطاطا غالية، البطاطا غالية على هذه الأسباب، هذه واحدة منهم تاع البطاطا اللي تغلى. لو كان يوفرونا احنا، لو كان يوفرونا نطلبوا منهم يعطونا باطل، احنا هذا رانا نخلصوه. تأخر الإفراج عن حصص السقي هذا الموسم يرهن هو الآخر نشاط زراعة البطاطا، فبعدما كانت ولاية غليزان الأولى في خدمة وزراعة آلاف الهكتارات، عجز الفلاحون على توفير حتى 200 هكتار. ربي سخرنا رانا نشرو فيها بثمن غالي حتى لعقت 27000 الكيلو، ورانا نهيئوا فيها غير للناس الاخرين، للصحاب وتشوف وصحاب الناس الاخرين اللي يزرعوها في مناطق اخرى. هاد الناس المستثمرين هادو، هاد الناس المنتجين تاع الفلاحه، راهم طالبين منكم باه ترفعوا عنهم هاد العراقيل. كيما رفعتوا هاد العراقيل على المستثمرين وعلى الناس في قطاعات اخرى، ارفعوا علينا على الفلاحين. كل عام يشتكوا، كل عام يشتكوا، كل عام يشتكوا، راهم ملوا، راهي الناس هربت، هربت من هذه المنطقة. سيتم انعقاد اجتماع في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله لتحديد كل الأهداف المسطرة على مستوى المحيط فيما يخص المزروعات المبرمجة وكذا الاحتياجات من المياه السقي. مخطط فعال وحلول استعجالية ما يطالب به منتجو البطاطا للحفاظ على إنتاج وفير تحققه ولاية غليزان طيلة الأعوام الماضية، ولتجنب أزمة أخرى في منتوج واسع الاستهلاك لدى الجزائريين.